يعني برضو من ضمن الصعوبات يا كابتن ان الاعلام والانتقاد زياده جدا مع الحكام هنا في مصر، بدليل ان احنا لما بنخرج ماتشات بره مصر الماتش بيتلعب وبينتهي خلاص ما فيش اي مشكله، لكن هنا احنا ممكن نقعد نلاقي قناه واثنين وثلاثه وناس عماله تتكلم على رمي التماس او كوره، يعني لابد ان يقف مع التحكيم، وخصوصا ان احنا عندنا حكم كبير في كاس العالم، وده نتيجه جهد كبير من لجنه الحكام واعداد واخلاص. اكيد ربنا طبعا لما يعني بتبقى في حاجه كده ربنا بيجازي بالخير، والخير احنا عندنا حكم في كاس العالم، وممكن مع الموسم اللي جاي ان شاء الله هتلاقي حكم واثنين وثلاثه موجودين في بطولات كبيره. هل ده نتاج يعني لما نشوف كابتن جهاد جريشه طبعا ممثلنا في كاس العالم، ده نتاج موسم مميز للتحكيم المصري؟ اكيد طبعا، وشغل كبير. يعني خلي بالك التحكيم مش مجرد تحكيم وخلاص، لا، في معسكرات وفي محاضرات وفي حاجات كتير جدا الناس مش بتشوفها، يعني الحكام بتتعب فعلا جدا، اللجنه بتتعب معاهم برضو، فده بيبقى، وبقول الموسم ده من الموسم الناجحه جدا. في اخطاء بس تعالى دور على الاخطاء بقى في الدوريات التانية، الاخطاء اقوى من كده بكتير جدا وما بتحسهاش، لكن هنا احنا برضو يعني اتمنى الفتره القادمه ان هم يقفوا مع التحكيم شويه، وخصوصا عندنا حكام كتير جدا صاعدين محتاجين الاعلام يقف معاهم. هتلاقي فعلا مجموعه كبيره جدا من الحكام اللي يقدروا يقودوا التحكيم المصري خلال السنوات القادمه. طيب خلينا نتكلم بقى